خير جميعا، يعطيكم ألف عافية. عم بحكي معكم سالم أبو النصر، طبيب أسنان. كنت بشتغل بمركز بستان القصر الطبي بأحد أحياء حلب الشرقية المحاصرة والتي تتعرض للقصف ليل نهار على الأقل منذ 4 أشهر. الوضع كتير كتير سيء. اليوم نحن اضطرينا ننزح باتجاه أحياء الأنصاري. حاليا عم بحكيكم من منطقة المشهد، من حي المشهد. الوضع بالليل هلأ، نحن ليلا ب 12 كانون الأول 2016، الوضع جدا جدا سيء إنسانيا. في خطورة كتير كتير على الناس الموجودة من خلال القصف اللي عم تتعرض له المنطقة. عم تتعرض المنطقة لقصف بكافة أنواع الأسلحة، بكافة أنواع الأسلحة. القصف اللي عم تتعرض له المنطقة بالطيران، بصواريخ الجراد، بالهاونات. هذا الأمر في عنا حوالي تقريبا ضمن مساحة لا تتجاوز 2 كيلومتر مربع ما لا يقل عن 80,000 إنسان، معظمهم من المدنيين، معظمهم من المدنيين، نساء، أطفال وكبار في السن. الوضع الإنساني كتير كتير صعب. البيوت الناس قاعدة مثل ما بيقولوا متكدسين فوق بعضهم البعض. الخطر الأول والأخير على المدنيين وعلى الناس الموجودين هون هو القصف، هو الاشتباكات. المطلب الأساسي للناس هون هو وقف إطلاق النار، حفظ الحق الحياة. بعد ذلك بنحكي بأي شيء آخر. طبعا يمكن تحكوا إنه تقولوا ما عم نعرف نشتغل أو ما عم يعرفوا يتصرفوا الناس هون أو بدكن إياه أقولوا. المهم هلأ نشتغل بأسرع وقت ممكن على منع القصف وعلى منع قوات النظام وميليشياته المرافقة معه والحكومة الروسية من خلال الطيران الروسي لقصف المدنيين. ممكن كتير كتير تشهد المنطقة مجزرة حقيقية نتيجة العدوان والقصف اللي عم تتعرض له. الفيني ناشده لألكن، لكل إنسان عم يسمعني، إنه ما أمكنه يمارس الضغط على حكومته أو الحكومات الدول الفاعلة للضغط على الحكومة الروسية وحكومة الأسد لوقف إطلاق النار، لوقف إطلاق النار. وبعد ذلك بنحكي شو لازم نعمل، خروج مسلحين، خروج مدنيين، خروج آمن، بنحكى فيه بعدين، بس على الأقل وقف إطلاق النار. الوضع ما عاد يحتمل. الوضع الصحي جدا سيء، يعني المصابين ما بقى في إمكانية لتقديم العلاج الصحي اللازم لإلهم. المنطقة عم تتعرض لإبادة حقيقية. الناس، الحجر والبشر. يمكن يكون هيدا النداء الأخير، على أمل إنه يلاقي أذان صاغية عن صناع القرار بالعالم وعلى كل إنسان قادر يوصل هالكلام لحكومته، لدولته، مشان تضغط. برجع وبأكد على لإيقاف العدوان، لإيقاف القتل، لإيقاف الحرب. أملنا فيكن، نتمنى منكن أنه تستجيبوا لهالنداء وتحاولوا تعملوا اللي بتقدروا عليه. نتمنى نعيش، بنحب الحياة، بنلتقي.